فين غيمشي هاد البرشا فين غادي يمشي؟ انا براسي دابا عاطيني مستافده مشيت للنوطير قال لي حطي مليون و60 ارين بانكا كتصيف كاع 10 بانكا كتدوك تيك بها في عمرك فين غنعطيوك؟ كيفاش غادي ندير انت ما رجعش للديور؟ كيفاش غادي ندير انا ما عندناش فلوس؟ راه بنادم ما خدامش راه بنادم ضايع راه كاين اللي عنده 4 طلاب 5 طلاب ما خدامينش كلشي يمشي بكل كلشي بارك غادي يبقى فيك الدار تيموت صافي هذا هو الحل ديالو حيت ما عندوش باش يخلص هاد القدر. شكيتو على راسكم؟ اه شكينا على راسنا ودابا كنطلبوا من جلاله الملك الله يطول عمره يدير حل لهذا الشيء راه الناس راه كيمشيو كيلقاو النطر غالي راه البركه ما كتسلفناش راه كتقول لك تبع تبعني في عمرك فين غنمشيو؟ راه كندور تنعياو وكنرجعوا لدوك الديور اللي هما اللي هما اللي حنا خرجنا منهم كنرجعوا لهم علاش؟ حيت ما عندناش باش نخلصوا. وانت كتسكن هنايا؟ اه كنسكن هنايا. ما خايفينش انهم يريبوا عليكم دابا؟ اه وريبوا علينا ما عندناش باش نمشيو باش نخلصوا انا مشيت كيعطي النطر جوج من مين غنجيبها ليه؟ وانا عندي ثلاثه ما خدامين ما خدامين كلشي ناعس انا كنضرب على الميناج منين غنجيبوا لهم هاد جوج المليون اسيدي؟ وهاد الناس كيف الوضعيه تاعهم هاد الناس انت؟ واه كلشي ضايع كلشي بنادم ضايع راه بنادم ما عندوش الفلوس باش يخرج بنادم ما عندوش باش يخلص النوطير راه اللي واحد واحد وحنا في النوطير ما كانش نخلصوا انا خرجت ورجعت للدار رايبه علاش حيت ما عندناش مشيت عند النوطير قالت لي 6 مليون منين غنعطي واحد النوطير 6 مليون منين؟ وانا خدت معاه في الميناج عندي جوج ناعسين كيفاش غادي نديروا يلا انتوما كساكنين في المدينه شنو كطلبوا على الناس؟ حنا سيدي كنطلبوا عطاء كيقول لنا استافدوا لنا ملي كنمشيو كنلقاو ما كنلقاوش الماركه ما كتبغيش تعطيك كتقول لك انت كبيره في العمر النوطير كيقول لك حطي جوج المنعه باش نعطيك الورقه باش تمشي للبنكه كيفاش غادي نديروا؟ يلا الا بان لكم شي حل احنا عندكم ولما كتحملوا المسؤوليه انتم على الشيء اللي واقع لكم ها الشيء اللي واقع لكم ولما كتحملوا المسؤوليه كيفاش ما كنتحملوا المسؤوليه كنتحملوا المسؤوليه للمخزن خاص المخزن يدير حل راه ما قالتش على هذا الشيء هذه المسؤوليه اللي كيعطيوها راه ما قالتش على المخزن يعطيو للبنكات يساعدوا بنادم يسلفوه يعطيو النوطه كيقول لك شنو حطها دابا منين غتجيبيها ليه راه عندنا بزاف الحوايج راه مضرورين راه كي كتضر باش كتبقى بارد باش كطيح عليك الدار وكتقول لا ماشي خصنا النوطير اه حيت النوطير هو اللي مقص حنا حيت حنا النوطير غالي علينا ما كديناش عليه راه حنا كنمشيو كنرجعوا الديور راه اللي مات راه خص المخزن يدير لنا حل شنو كطلبوا دابا شنو كطلبوا؟ كنطلبوا سي مالك باش نخلص النوطير حنا رجعنا قبل الدار رجعنا طاحت علينا هاد الدار ما لقيناش فلوس جوج ثمن ديال النوطير من غنجيبوها انا عندي انا عندي ثلاثه ناعسين انا اللي خدامه في الميناج انا مالي رجاله ما عندي لا راجل لا والو خدامه في الميناج ملي مشيت قال لي خلصي باش غنخلص ما عنديش انا كنت بعصا للشفاء ما يدير شي تاول وكنطلبوا من المخزن وجلاله الملك تشوف من حالنا هادشي اللي كاين اسيدي نتمنوا الله نتمنوا الله من هادشي كلشي نتمنوا حتى ربي هادي بحال شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك